يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده ابتديها معاكم السادسه، تحياتي في بدايه الحلقه لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا النهارده. تقدر تقول بدايه مرحله الحسم، خلينا نقول انه الاهلي قفل صفحه افريقيا على مستوى البطوله، طبعا مش على مستوى الاحتفالات. انا عارف ان البطوله دي غاليه وما زالت اجواءها ولحظاتها ومواقفها جمهور الاهلي عايشها لغايه دلوقتي، وما زالت احتفالات الجماهير مستمره بيها لانها بطوله من اصعب البطولات الحقيقه، والدراما فيها كانت عاليه شويه. لكن خلينا نقفل صفحه البطوله على مستوى المنافسه، يعني خلوا الاحتفالات للجماهير شغاله، لكن على مستوى المنافسه احنا داخلين على مرحله مهمه جدا من حسم لقب الدوري. الاهلي بياخد خلال الفتره المقبله بدايه من يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله مبارياته الخمسه الفاصله في حسم اللقب. ليه بقول كده؟ لانه الاهلي يحتاج فقط لا غير الى الفوز خمس مباريات، 15 نقطة تكفي لحسم اللقب رسميا قبل نهاية الدوري بخمس أسابيع أو بخمس مباريات هتكون متبقية للأهلي. فإن شاء الله المرحلة الجاية مهمة جدا تستدعي تماما إن احنا نفصل عن أجواء الاحتفالات ببطولة أفريقيا ونركز أكتر في اللي جاي. عندنا ست ماتشات هنلعبهم من هنا أعتقد لغاية يوم 8/7، خمس مباريات في الدوري ومباراة وحيدة يبدأ بيها الأهلي مشواره في كأس مصر مع منتخب السويس. وتعالوا نوريكم كده جدول مباريات الاهلي في الفتره اللي جايه. يوم الخميس ان شاء الله اللي جاي هتبقى عوده الاهلي للمباريات الرسميه مره ثانيه بمواجهه حرس الحدود الساعه 9:30 في مسابقه الدوري. بعدها هيكون عندنا يوم الاحد، يوم الاحد 25 يونيو هنلاعب منتخب السويس، ده في دور ال 32 في كاس مصر. 25 يونيو منتخب السويس في كاس مصر، المباراه هتبقى الساعه 8:30. نرجع بعد كده للخميس 29 يونيو في نفس الاسبوع، كل سنه وانتم طيبين، ده هيبقى تاني ايام عيد الاضحى المبارك. كل سنه يا رب وكل الامه العربيه والاسلاميه وكل الشعب المصري يا رب بجميع اطيافه بالف خير. يوم الخميس 29 يونيو هنلعب البنك الاهلي في الدوري الساعه 9:30. بعد كده نروح ليوم الاحد 2 يوليو هنلعب فيوتشر، مباراه مهمه جدا. فيوتشر عنده والله الحقيقه كل الفرق عندها الدوافع، سواء بنك اهلي او اسماعيلي او فيوتشر، اللي في مقدمه الجدول عايز يحافظ على فرصته في الدخول في المربع الذهبي، يحاول يلعب دوري ابطال او على اقل تقدير يبقى كونفدراليه، او اللي في اخر الدوري بيحافظ على فرصه في محاوله الاستمرار في البطوله. فهيبقى كلها ماتشات صعبه وماتشات ناريه. يعني لحد 2 يوليو عندنا فيوتشر 8:30 في الدوري، الاربع 5 يوليو هيكون عندنا الاسماعيلي ان شاء الله 8:30 في الدوري، ثم السبت 8 يوليو هيكون عندنا الاتحاد السكندري الساعه 7 مساء في الدوري العام. خمس ماتشات في الدوري، مباراه واحده في الكاس. الخمس ماتشات يكفوا ان شاء الله باذن الله في حاله فوز الاهلي بيهم ان هو يضمن لقب البطوله الخامسه في اطار سعيه لتحقيق سبع بطولات تحت قياده مارسيل كولر، المدرب الحقيقه اللي ممكن يكون بالنسبه لكثير من الاهلاويه مفاجاه. سيفي الراجل من اول ما وصل الحقيقه بيقول انه مدرب تقيل ومدرب محترم، وعلى مستوى السيفيهات وعلى مستوى المناصب اللي تولاها وعلى مستوى الارقام اللي حققها مع الانديه او المنتخبات اللي تولى مسؤوليتها بتقول انه مدرب كبير. لكن مش كل المدربين الكبار ممكن ينجحوا بسرعه على اقل تقدير، في مدربين كبار محتاجين موسم او اتنين عشان تقدر تقول انه التجربه اكتملت ملامحها، تقدر تصف انه التجربه دي ناجحه ولا لا. في مدربين كبار من الاول خالص واضح انه مفيش انسجام، مفيش تفاهم، مفيش قدره على الاستيعاب، مفيش قدره على الانجاز. وبالتالي ممكن اقول لك اسماء مدربين كتار مش بس جم اشتغلوا في الاهلي، جم في مصر وما حققوش نتائج، اخرهم مثلا كيروش على مستوى المنتخبات ما تقدرش تقول انه كانت فتره عظيمه جدا، او حتى على مستوى الانديه. لكن ان مدرب ينجح بهذا الشكل ويصل الى حد يعني الليفل اوف بيرفكشن او مستوى الكمال اللي انت كنت متوقعه منه في اول مواسمه مع النادي الاهلي، دي محتاجه وقفه. تفوق كولر على مستوى الالقاب، كل البطولات كل الالقاب اللي دخلها استطاع ان هو يحسمها للنادي الاهلي في اول المواسم، واول موسم دايما هو اصعب موسم، الموسم اللي ما استكشفش فيه الفرقه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، الموسم اللي اضطر فيه انه يتعامل مع الفريق كأمر واقع، ما كانش عنده الأدوات إنه يغير، الموسم اللي الفرصة دايماً بتبقى فيه ضيقة لفكرة إنك أنت تعدل أو إنك أنت تدخل أو إنك أنت توصل أو إنك أنت تفهم حاجة جديدة، بيبقى ده متاح بس مش بشكل كامل، على عكس تماماً لما نتكلم على تاني أو تالت موسم، بالإضافة طبعاً للملف الأهم وهو اختيار العناصر القادرة على إنك أنت
توصل بفرقتك لأفضل مستوى ممكن، حتى دي لم تتاح لكولر بشكل كامل. يتميز الحقيقة مارسيل كولر بشكل موضوعي جدا بقدرته على التحضير الجيد والقدرة على تطوير المستويات سواء بشكل فردي أو جماعي، وده كجمهور إحنا حسيناه، مش محتاجين نسمع آراء خبراء أو محللين عشان نحس بالفارق في مستوى أداء النادي الأهلي، وحتى بصرف النظر عن الألقاب والبطولات. ويتميز كولر كمان حقيقة بمستوى عالي جدا في إدارة المباراة. سيناريو أو ملف إدارة المباراة دي واحدة من أكتر عوامل نجاح المدربين، ودي واحدة من النقاط اللي أجاد فيها كولر بشكل كامل. هل الحلقة عن كولر؟ لا، مش عن كولر طبعا، عن نادي الأهلي وعن مشواره. الأهم بالنسبة لي هو كيف يستطيع مارسيل كولر مواصلة مشوار النجاح، وخصوصا في فترة تحقيق الإنجاز الأهم والأصعب، وهو بطولة دوري الأبطال. منتخب مصر كمان هيكون حاضر معانا، أخبارنا وتفاصيلها هتكون معانا ومع حضراتكم طبعا في السادسة، لكن بعد فاصل سريع. يعني الجمهور طبعا جمهور الاهلي جمهور عظيم، وبجد ما بنبالغش ولا بنهول في الامر، بنقول انه صانع انجازات الاهلي الاول قبل كل اسماء النجوم وقبل الاساطير وقبل اي حاجه في الدنيا. جمهور الاهلي هو اللاعب فعلا رقم واحد، وهو نفسه واحد من اهم اوراق الضغط على اي لاعب بيلعب في نادي الاهلي. يعني ياما على فكره لعيبه كتيره جدا كويسه جت النادي الاهلي وما قدرتش تستحمل ضغط الجماهير. خد بالك في انواع كتيره جدا من الضغوط بيتعرض ليها لعيب النادي الاهلي. يعني لو حبيت ادي لك مثال على ده، بعيدا عن الضغط الجماهيري الكبير جدا، لانه بيلعب عشان يكسب لنفسه واكيد عشان يكسب لفرقته، لكن في الاول والاخر عارف ان في جمهور مستنيه، وعارف ان في جمهور مستني لحظه تتويج، وده واحد من انواع الضغوط المستمر في كل المباريات والبطولات اللي الاهلي بيخوضها وهي كتيره. مطالب منه يحقق نمره واحد في كل الالعاب او كل البطولات اللي هو بيشارك فيها، وده ضغط كبير قوي على اي حد، على اي بني ادم. يعني انك تبقى مطالب طول الوقت انك انت توصل لمنصه تتويج، مش مره ولا اتنين ولا ثلاثه، وبالعكس انك لو وصلت لها مره واتنين وثلاثه وجيت في الرابعه ما وصلتش، بيبقى فيه ضغط كبير جدا عليك وبيتنسي كل اللي فات. لكن غير ده كمان خد بالك انه وده لازم انا اوجه تحيه لنجوم النادي الاهلي لفعوات كتيره جدا بيتحملوا من الضغوط الاخرى ما لا طاقه لبشر به. يعني بنتكلم مثلا، خليني اقول انه اهم نجوم الاهلي السنه دي كلهم تقريبا بلا استثناء، يعني ما فيش حد ما جاش عليه الدور، تعرضوا لحمله انتقاد موضوعي وارد، لكن في اوقات تانيه كتيره جدا كانوا بيتعرضوا لحرب تكسير عظام. يعني كانوا بيتعرضوا لمحاولات تشويه، محاولات إحباط، محاولات خروج عن التركيز، ولا أساسني أحدا. الشناوي في مرحلة من المراحل اتعرض لده، الشحات اتعرض لده، محمد هاني اتعرض لده، بيرسيتاو اتعرض لده، أفشة اتعرض لده، شريف اتعرض لده. يعني أنا مش عايز أقعد بس أقول طاهر اتعرض لده، لعيبة كتير قوي في النادي الأهلي اتعرضت لضغوط وتم استهدافها بشكل مباشر في أوقات تانية كتير وفرق تانية كتير ومع شخصية تانية كان ممكن جدا جدا إنه تبقى نهاية مشوار. يعني والفرقة ككل، الاهلي ككل، التيم ككل بما فيهم الجهاز الفني مارسيل كولر، اتعرض لضغوطات عنيفه جدا في حتى في بطوله افريقيا اللي انت خضتها، على الرغم ان كل ارقامك افريقيا ومحليا انت نمره واحد، على الرغم انك انت اتعرضت لدروب في مباراه خارج الارض امام سان داونز، ومباراه خارج الارض قدام الهلال قامت الدنيا وما قعدتش. فرقه بقى لها بال 20 سنه ما حدش بيتكلمها وما حدش بيقول الفرقه دي بتعمل ايه وبتصرف ايه وانتداباتها ايه واللعيبه اللي بتجيبها بكام وبيعملوا ايه واسهاماتهم ايه، ما حدش بيتكلم على ده خالص. لكن الاهلي يخسر ماتش وهو محقق 2 دوري ابطال و2 سوبر افريقي و2، بتكلم على الجيل ده بس، يعني بتكلم على اللعيبه دي، الفريق ده 2 دوري ابطال و2 سوبر افريقي ومشاركات في كاس العالم ولا اروع، ولاعب اهم واكبر الانديه وقدر يكسبها، كل ده بيتنسي في مجرد لحظة بتخسر فيها مباراة في دور مجموعات حتى لو كانت خسارة تقيلة. فإنك أنت تقوم وتقف ده يتحسب قوي للجيل ده من لعيبة النادي الأهلي، يتحسب قوي لكل واحد فيهم على المستوى الفردي قبل كمان ما يتحسب على المستوى الجماعي. ده جزء صغير جدا من حقهم علينا إن هم ياخدوا كريدت يستحقوه في بطولة كانت واحدة من أصعب البطولات،
بل اكاد اجزم انها يمكن تكون اصعب بطوله حققها الفريق ده او النجوم دول في مشوارهم مع بطوله دوري الابطال. النهارده بنرجع مره ثانيه نستعد ان شاء الله لاستئناف مشوارنا في الدوري، عندنا ماتش مهم جدا، كل مباراه جايه في منتهى الاهميه. انا عارف انك بعد ما بتحقق انجاز كبير طبيعي جدا الدنيا بتبرد، الإحساس بأنك أنت خلصت مشوار صعب جدا مرهق جدا ممكن إلى حد ما يرجعك لحالة إيه مربع صفر، لكن أتمنى إن شاء الله أن كولر قادر مع جهازه الفني أنه يستوعب بسرعة أن عندنا بطولة مهمة جدا لجمهور نادي الأهلي لم تحسم بعد، حتى وإن كنا الأقرب ليها لكنها لم تحسم بعد، قدامنا خمس مباريات بإذن الله. هنتكلم بقى بعدهم في موسم الانتقالات، هنتكلم في فكرة التجديد، هنتكلم في مين قاعد ومين ماشي، هنتكلم في الأهلي بيفاوض مين، كل ده هيكون ليه أوانه بس إن شاء الله بعد ما نحسم بطولة الدوري. خليني أقول لحضراتكم إن شاء الله إحنا تاني يوم النهاردة تمرين، امبارح بدأت بعد أجازة أسبوع تقريبا من الحد للسبت قررها مستر كولر، بدأ الأهلي تدريبه مرة تانية الجماعي، والنهاردة هو تاني أيام تدريباته إن شاء الله. تدريبة يمكن عرفت إنها شغالة أو بدأت بالفعل مع بداية الحلقة بتاعتنا، هنحاول إن احنا نروح لنادي الأهلي ونتعرف على أخبار تمرين النهاردة، مين من اللعيبة اللي كانت موجودة طبعا مع المنتخب الوطني، هل كل الأسماء انضمت، الأسماء اللي خرجت وما لعبتش مباراة جنوب السودان شاركت في التدريبة ولا لا، دوليين بيأكدوا عليا إن هم هيشاركوا بداية من بكرة إن شاء الله، وأعتقد إن هم ظهروا يعني اللي شاركوا منهم ظهروا بصورة كويسة جدا مع المنتخب الوطني. عندي كلام عن منتخب مصر بمناسبة تأهلنا لبطولة أمم أفريقيا وبمناسبة الهدف الأهم بالنسبة لمستر روي فيتوري، هتكلمه طبعا مع نجم حلقتنا النهاردة والنجم الكبير طبعا اللي هيشرفنا كابتن ماهر همام، واحد من جيل العتاولة، واحد من الناس اللي تحب يعني تسمع رأيهم ونظرتهم للأمور، هنتكلم معاه عن الأهلي وهنتكلم معاه عن منتخب مصر، لكن الأسئلة كمان مرتبطة بشكل وطبيعة مشاركة الأهلي في المباريات اللي جاية بداية من حرس الحدود، التشكيل الأنسب، القصة بتاعت هل نشوف اللعيبة اللي كانت إلى حد كبير ليها دور أساسي في حسم بطولة أفريقيا تاخد فترة أكبر من الراحة، هل نحافظ على الكيان الرئيسي، هل تشوف لعيبة تانية ما خدتش من وقت يعني فرصة كبيرة زي ندخل بقى كريستو، ندخل قندوسي، الاثنين دول أنا الحقيقة يعني متحمس ليهم جدا، قصة وحكاية ورواية كل دي هنطرحها وملفات مطروحة طبعا على الكابتن ماهر همام ونشوف رأيه فيها ايه ونشوف تعامل الاهلي مع الماتشات اللي جايه ايه. خلينا مع منتخب مصر شويه، الحقيقه مستر روي فيتوريا طلب ان هو يلعب قبل بدايه بطوله افريقيا مع منتخبات كلاس ايه، يعني منتخبات من الصف الاول، منتخبات زي برازيل، منتخبات زي بلجيكا، هولندا، اسبانيا، معرفش طبعا ايه اللي ممكن الحاجات دي يعني بيتم تنسيقها ازاي حسب اجنده دوليه حسب ارتباطات المنتخبات دي، لكن في النهايه هو عايز، وانا الحقيقه مع ده يعني مع كامل الاحترام طبعا لتجربه جنوب السودان، هو شخصيا حتى يمكن قال ده انها وديه مش على المستوى، لكن هو بيحتاج او شايف انه المنتخب محتاج يخوض مواجهات وديه مع فرق اعلى منه بدنيا فنيا تكتيكيا، وهو ده نوع الاحتكاك اللي ممكن يفيدك قبل ما تروح أمم أفريقيا. واحدة من النقط اللي هتكلم فيها وحاول أعرف فيها وجهة نظر كابتن ماهر النهاردة من واقع خبرته طبعا الكبيرة في عالم التدريب هي متوسط الأعمار اللي فيتوريا قال إنه محتاج ينزل بيه، الحقيقة إنه ده هدف أساسي قبل ما توصل كأس العالم. ناس كتير فاكرة إنه مشوار تصفيات كأس أو مشوار الوصول لكأس العالم 2026 مشوار طويل وإن البطولة لسه في 26، لكن الكلام ده مع كامل الاحترام لوجهة النظر دي مش صحيح أو مش منطقي بشكل كبير، لأنه أنت عندك جدول متخم بالأعمال، أجندة السنة الجاية للكرة المصرية أجندة عنيفة جدا. واحد عندك بطولتين تم استحداثهم، بطولة سوبر ليج إفريقية، بطولة عربية للأندية. طبعا البطولة العربية للأندية بطولة قديمة كانت بتتلعب زمان والأهلي ياما حقق ألقاب قبل كده بطولة عربية، لكن هي الفكرة أنا بتكلم إنه عودة البطولة العربية وإضافة مبارياتها بشكلها الجديد بنظامها الجديد لأجندة مباريات الأندية المصرية، فبالتالي أنت عندك بطولتين جداد، عندك بطولة عربية وبطولة سوبر ليج، بالإضافة طبعا للكونفدرالية، إضافة للتشامبيونز ليج، بالإضافة لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بما أنه بطل القارة، بالإضافة للمباريات المحلية دوري كأس سوبر
ونتمنى طبعا انه الكاس يخلص الموسم ده عشان ما نفضلش في دايلمة انه بنلعب بطولتين كاس في كل موسم، فالكاس ده يكمل معنا السنه الجايه، بالاضافه لارتباطات المنتخب الاولمبي، بطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد باريس 24، وبالاضافه لمنتخب مصر هيلعب بطوله امم افريقيه. فانت بتتكلم على اجنده عنيفه جدا، عنيفه جدا، حاله استهلاك للعيبه المصريه بشكل غير طبيعي. وبالتالي ازاي يقدر يعمل ده روي فيتوريا في ظل الاجنده المزدحمه دي؟ ازاي يقدر يعمل معسكرات؟ ازاي يقدر يعمل مباريات وديه؟ ازاي يقدر يدخل زي ما هو بيقول يعني انه يدخل عناصر سنها صغير؟ تعالوا نشوف منتخب الاولمبي اللي كان بيلعب بطوله اولمبياد طوكيو اللي هو بطل افريقيا هنا، تشكيلته مين فيها النهارده موجود على الساحه؟ ما حدش تقريبا، يعني تقريبا معظمهم مش موجود، في منهم طبعا بسبب الاصابه زي اكرم توفيق، زي امام عاشور، زي عمار، مش عارف عمار اصابته خفيفه ولا لا، بس يعني في اسماء، وفي اسماء فقدت مستواها او بعدت بشكل كبير جدا لاسباب مش ملهاش علاقه بالملعب. فبالتالي لما يلجا هيلجا لمين؟ ولا هيلجا لعناصر جديده اساسا ما عندهاش خبره دوليه؟ الكلام ده كله الحقيقه فيما يتعلق بالمنتخب، لانه في النهايه انت بتعمل كل النشاط الرياضي ده عشان يبقى عندك منتخب قوي يليق بطموحات المصريين ويليق بتاريخ الكره المصريه. يمكن في نفس الاطار ده روي فيتوريا المدير الفني منتخب مصر طلب انه يكون في اجتماع مع عامر حسين عضو اتحاد الكره والمشرف على لجنه المسابقات في الجبليه ومع رابطة الأندية عشان يتم التنسيق في أجندة المباريات أو الارتباطات اللي هتكون خاصة بمنتخب مصر في الفترة اللي جاية. وقال إنه الموسم اللي جاي هيكون فيه ارتباطات كتيرة جدا، في بطولة أمم أفريقيا، تصفيات كأس عالم، ومفترض إنه يكون في أجندة واضحة في ما يتعلق بالمسابقات المحلية أو المباريات المحلية، عشان واحد نحافظ على سلامة اللاعبين، اتنين ندي فرصة للمنتخب الوطني انه يستعد للبطولات دي سواء اولمبي او اول بالشكل المناسب. و يعني هيتكلم في الاجتماع ده على كل الحاجات او الافكار اللي بتدور في راسه فيما يتعلق طبعا بالموسم اللي جاي. موسم صعب بكل المقاييس، ويزيد من صعوبته انه الموسم ده شئنا ما بينا مش هينتهي قبل، يعني لو انا متفائل نهايه سبعه، لو انا متفائل مش قبل نهايه سبعه. فبالتالي احنا الديلي اللي حصل عندنا بقاله كذا موسم ده هيأثر بشكل كبير كمان على الموسم اللي جاي. من المنتخب الاول اروح للمنتخب الاولمبي. النهارده المنتخب الاولمبي هيختتم تدريباته قبل ما يلعب المباراه الوديه في مواجهه منتخب الكونغو الاولمبي. طبعا روجيرو ميكالي اللي بيقود المنتخب حاطط عينه على المباراه دي لانها تعتبر استعداد مهم او خطوه في من خطوات الاستعداد المهم في الفترة اللي جاية للمشاركة في بطولة أفريقيا اللي بتستضيفها المغرب، وهتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. المباراة إن شاء الله هتتلعب بكرة، ودي البروفة الأخيرة قبل ما يسافر المنتخب لمدينة طنجة المغربية عشان يبدأ إن شاء الله بإذن الله مشواره في البطولة. هيقابل في بداية المشوار النيجر، المباراة هتكون يوم الأحد اللي جاي في مجموعة التانية في البطولة، مجموعة بتضم مالي والجابون ونيجر ومصر. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر طبعا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23. المجموعة الأولى فيها المغرب اللي بتستضيف البطولة معها غانا وغينيا والكونغو برازفيل، وبيتأهل الأول والتاني من كل مجموعة، وبيلعبوا طبعا الأول مع التاني من المجموعة دي والأول مع التاني من المجموعة التانية. الاثنين الفايزين بيلعبوا فاينل، والتالي والخسرانين بيلعبوا على ثالث ورابع. البعثة يمكن وصلت للرباط فجر يوم السبت اللي فات ده بعد رحلة طبعا من القاهرة لكازابلانكا، تعودنا بقى عليها، القاهرة كازابلانكا، كازابلانكا القاهرة رايح جاي، ومنها سافروا للرباط واستقبلهم الحقيقة في المطار المسؤولين طبعا في سفارة مصر في المغرب. نتمنى التوفيق مش بس في بطولة أفريقيا، لكن نتمنى التوفيق لمنتخبنا في الوصول واحد أولمبياد باريس، وبإذن الله إن شاء الله أملنا في الجيل ده يقدر يحقق لنا ميدالية أولمبية أولى بعد ما حققنا ميدالية قبل كده في كأس العالم. ليه لأ ما نحلمش بميدالية أولمبية في كرة القدم. طيب نروح لمنظمة فوتبول أوبزرفاتوار اللي نشرت على يعني نشرت تقرير كلمت فيه
ان في تراجع كبير جدا في القيمه السوقيه للنجم المصري محمد صلاح. التراجع ده هو الاكبر ليه من اول ما انضم لفريق ليفربول في انجلترا، والتقرير ده قال ان القيمه السوقيه لمحمد صلاح حاليا بتساوي حوالي 61 مليون يورو في موسم الانتقالات الصيف ده بعد انتهاء موسم 22-23. اتكلمت كمان على انه صلاح جه في المركز الثامن من حيث القيمه السوقيه لاعلى لاعبين بين لعيبه ليفربول بس في التشكيله الحاليه اللي جت يمكن على النحو اللي هقوله لحضراتكم. داروين نونيز في المركز الاول، تتفق تختلف على الصفقه، تختلف تتفق على المردود، لكن من الناحيه التسويقيه الاوروغواياني داروين نونيز في المركز الاول 98 مليون يورو. الهولندي كودي جاكبو في المركز الثاني ب 87 مليون يورو. ابراهيم كوناتي مدافع المنتخب الفرنسي في المركز الثالث 72 يورو. لويس دياز الكولومبي في المركز الرابع 70 مليون يورو. أليسون بيكر حارس المرمى البرازيلي في المركز الخامس 67 مليون يورو. ترينت ألكساندر أرنولد في المركز السادس 63 مليون يورو. وهارفي إليوت في المركز السابع 63 مليون يورو. ثم محمد صلاح بقيمة أو ما يوازي قيمة 61 مليون يورو كقيمة تسويقية، اللي كان دايما الحقيقة يمكن بيحتل الرقم واحد أو المرتبة الأولى، وكان دايما بتتخطى قيمته حاجز ال 100 مليون يورو في المواسم الأخيرة. يمكن يكون التراجع بشكل كبير عشان تراجع قدرة صلاح، واحد على تحقيق الألقاب الفردية سواء في يعني كهداف أو كأفضل لاعب بطولة البريمير ليج، ويمكن كمان على مستوى تراجع ليفربول ككل، لأن الحقيقة ليفربول السنة دي يختلف بشكل كبير جدا على السنوات الأخيرة، سواء في قدرته على المنافسة أو حتى احتلاله مراكز متقدمة. أعلى قيمة وصل ليها محمد صلاح كقيمة سوقية يعني كان حوالي 150 مليون يورو، والكلام ده كان في الفترة ما بين 2018-2019، أكتر فترة توهج فيها محمد صلاح في الوقت ده مع ليفربول، ثم تراجعت القيمة عشان تكون 90 مليون يورو قبل عام بالظبط من النهاردة، الصيف اللي فات تحديدا صيف 22. لكن الصيف ده يمكن مع التراجع الجماعي ليفربول، عدم قدرته على تحقيق ألقاب، عدم قدرة صلاح على تحقيق اللقب على الأقل على مستوى هداف البطولة، يمكن أدى لتراجع قيمته السوقية بنسبة 42%. طيب فاصل ونرجع نكمل السادسة مع حضراتكم. دمت لابس تيشرت النادي الاهلي وبتنتمي للنادي الاهلي، اعرف دايما انك انت في سباق على تحقيق الانجازات. في انجازات عملها لاعبين في النادي الاهلي من الصعب، لا مش من الصعب، من المستحيل انها تتكرر في اي مكان تاني على مستوى قاره افريقيا. بكلمكم طبعا على رامي ربيعه. النهارده الاتحاد الافريقي بيقول انه ربيعه اصبح واحد من عظماء النادي الاهلي. انا طبعا هنيت ربيعه بشكل شخصي بعد البطوله. ربيعه واحد من ولاد النادي اللي حقق انجاز تاريخي بوصوله للرقم 5 في عدد الألقاب الإفريقية اللي حققها بتيشرت النادي الأهلي، طبعا مع عمالقة النادي الأهلي زي وائل جمعة قبل كده، زي شادي محمد أعتقد في نفس الإنجاز، زي أبو تريكة وغيرهم من النجوم طبعا اللي حققوا 5 ألقاب إفريقية، عماد متعب أعتقد برضو 5 ألقاب إفريقية. فرامي ربيعة يمكن الوحيد اللي في الجيل ده بينفرد بخمس بطولات، 5 ألقاب إفريقية، عشان لما بقول لكم إن مفيش حد في أي مكان تاني على مستوى القارة كلها مش بس على مستوى مصر يقدر يصل للإنجاز ده، ببساطة شديدة جدا لأنه الأندية اللي حققت الإنجاز ده أو اللي وصلت أوريدي لخمس ألقاب هم ناديين فقط لا غير، مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري. والفاصل الزمني بين البطولات والأرقام اللي حققوها على مستوى البطولة كبير جدا، من الصعب أنه لاعب واحد يكون لاعب الفترة دي كلها عشان يصل لهذا الحجم والكم من الإنجاز. الطبيعي، وأنا بشكر طبعا طبيعي، لازم أقدم تحية وشكر لكل الناس اللي شكرت وأشادت بالنادي الأهلي وديته حقه بعد تتويجه بالبطولة الصعبة، بطولة دوري الأبطال رقم 11، اللي حاول يشوه، اللي حاول يقلل
احنا ما بنشوفوش. ومن دول حقيقه نجم المنتخب الاردني وفريق الفيصلي الاردني السابق كابتن خالد سعد، اللي كان ليه تجربه طبعا في الدوري المصري مع نادي الزمالك. خليني بقى استقبله طبعا، هيكون معانا مداخله هاتفيه. يا كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير عليك استاذ احمد. يا اهلا وسهلا، اكون على قناه النادي الاهلي. ده شيء يشرفنا، اهلا وسهلا بيك. في البدايه لازم اوجه لك تحيه وشكر تستحقهم الحقيقه على الكلام اللي قلته في حق النادي الاهلي خلال واحد من اللقاءات التلفزيونيه اللي اجرتها مع واحده من القنوات الاردنيه بعد تتويج الاهلي بالبطوله رقم 11 في تاريخه افريقيا او على مستوى دوري الابطال تحديدا. بصراحه استاذ، نعم بصراحه استاذ احمد، يعني انا سعيد جدا اني اكون معك في برنامج الثالثه، وسعيد جدا اني انا متواصل مع اخوان المصريين. وما قلته ما ذكرته عن النادي الاهلي هو يعني اقل شيء ممكن احنا نقدمه لنادي هذا الكيان، هذا الطرح الكبير، في ظل ظروف صعبة الجميع يعلمها سواء في مصر أو في خارج مصر، يعلم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي الأهلي، ومع ذلك حقق البطولة المحببة إلى قلب النادي الأهلي، صاحب 11 بطولة. بصراحة يستحق هذا الثناء ويستحق هذا المديح، وهذا ليس مجاملة. احنا اليوم بنحكي مش بلاعبين، احنا بنحكي بروح مدربين أو إعلاميين أو ناس. صحيح. بننتقد، احنا صار منا نقد للنادي الأهلي في فترات، هذا النقد بناء وليس للتشهير او للتشكيك في قدرات النادي الاهلي وادارته. احنا اليوم من باب الاعلام وباب الثقه ومن باب الامانه يجب ان تذكر النقاط المنحنيات والمتعرجات التي يتعرض لها النادي الاهلي او اي نادي. احنا بنتعامل مع الانديه المصريه او العربيه بحد سواء، احنا ما بنحابي نادي على نادي. هاي رساله لازم نوجهها للاعلام ولازم يعلمها الكل استاذ احمد، انه احنا من مكان اعلامي من منبر حر، انت لازم بتشيد بالاداء، بتشيد بالبطوله، بتشيد بالمواقف الجميله. صحيح. لما ننتقد من غير اساءه ومن غير تجريح. حقيقي، والحقيقه دايما يعني انا بحس ده بحكم موقعي او انتمائي لشاشه النادي الاهلي، انه الاهلي لما بيقدم انجاز على مستوى قاري او على مستوى عالمي ده شيء بيشرف الكره العربيه ايضا. يعني فكره انه الاهلي يكون دايما موجود في على منصات التتويج او على، هو بالتاكيد بيعكس او بيدي انطباع حقيقي عن قدرات وعن مستوى وعن تطور الكره العربيه بشكل عام، وبالتالي الكره الافريقيه، ومن بعدهم بالتاكيد الكره المصريه. نعم اكيد، انا يهمني يكون فريق عربي هو متسيد البطولات الافريقيه. وكذلك يمثلني النادي الاهلي المصري، لكن انا معلوم استاذ احمد من عبر برنامجك ومن عبر قناتك المعروفه والشهيره، بحب بس اضيف هالمعلومه، انا بحكم فتره الاقامه اللي كنت فيها موجود في نادي الزمالك المصري، اللي اكون له كل الاحترام والتقدير بادارته بلاعبيه بجماهيره بالايام الحلوه اللي قضيتها مع نادي الزمالك، انا اليوم من مكان اعلام لما انت يعني انتقاد او مديحي للنادي الاهلي او مباركه له ببطوله او بانجاز عمله على الصعيد العربي، هذا ليس انتقاص. ايوه. من قيمه واسم نادي الزمالك خالص. انا اليوم احب الناس تفصل ما بين الكلام، انا اليوم كموجه اعلامي او كبرنامج اعلامي مذاع عبر الفضائيات في المملكه الاردنيه الهاشميه عبر قناه المملكه، انا اليوم وجهت رساله شكر لاداره النادي الاهلي، وجهت كتاب وكلمه شكر للاعبين، لانه فعلا احنا شفنا شيء يعني احنا معتادينه من النادي الاهلي، معتادين الثقه من النادي الاهلي. احنا اليوم بصراحه في الوطن العربي لما يكون النادي الاهلي وصل لنهائي، احنا 99.9% بنرشح من النادي الاهلي في البطوله، لانه نادي صاحب بطولات وصاحب انجازات، مع الاحترام والتقدير لكل الفرق اللي بينافسها النادي الاهلي. احنا نعرف قيمه النادي الاهلي، نعرف قيمه اداره النادي الاهلي وكذلك جماهير النادي الاهلي. طيب كابتن خالد، كابتن خالد اسمح لي، انت الحقيقه يعني في وقت من الاوقات كتير ممكن يشوفوا ده على انك انت تخليت عن انتمائك، لانك انت في النهايه كنت في يوم من الايام بتلعب او بتنتمي للنادي، لقلعه رياضيه كبيره جدا في مصر الوطن العربي اسمها نادي الزمالك. واحنا لما بنيجي نتكلم على ممارسه اعلاميه لازم نحط في اعتبارنا نقطتين في منتهى الاهميه، انه سواء كان الكلام ورساله بالنقد يعني بالسلب او بالايجاب، انه الكلام يكون موضوعي وانه نتحلى بالمهنيه في طرحه، وده اوقات كتير جدا وخصوصا في الاعلام الرياضي في حساباته بيبقى مختلف، عشان كده من الوارد كتير جدا وخصوصا داخل مصر هنا انه الانتماءات بتغلب على
القواعد الاساسيه في العمل في وسائل الاعلام المختلفه. عشان كده بنتكلم على انه انا بحط دايما في الاعتبار ده انه الناس الاسوياء بين قوسين اللي بيحترموا تماما اللغه والخطاب اللي بيوجهوه للراي العام من خلال اي وسيله اعلاميه دايما لازم يتحلى بالموضوعيه والمهنيه وانت بتخاطب الراي العام. كلامك جميل جدا استاذ احمد، وانا فعلا من عبر برنامجك انا بحب الناس تفهم الكلام اللي احنا بنحكيه كاعلام. وعفوا يعني انا مع احترامي لكل الاعلاميين خاصه في مصر، يعني الانتقاد مرات لا 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 يتوجه الموضوع شخصنا وموضوع شخصي اكثر مما هو موضوع مهني. اليوم انا بحكي لك نادي الزمالك هو صرح وكيان ونادي كبير، وانا افتخر واعتز بنادي الزمالك، اعتز باداره نادي الزمالك واللاعبين وجماهير نادي الزمالك، تربطني بهم علاقه ما زالت الى يومنا هذا علاقه طيبه، علاقه احترام. انا كل مره بنزل على مصر الحبيبه لازم ازور نادي الزمالك، لازم ازور نادي الزمالك. والامر ما فيهوش تناقض، ما فيهوش شيء غريب يا كابتن خالد، يعني طبيعي جدا انك تنتمي للمكان تنتمي للمكان اللي انت مرتضى منصور من الناس العزيزين على قلبي، وانا بزوره شخصيا، بزوره في بيته، بزوره في مكتبه، من الناس اللي انا افتخر. الاستاذ ممدو عباس يعني انا اليوم كنت جزء من نادي الزمالك، له محبه في قلبي في ايام حلوه عشنا في نادي الزمالك، في ايام عندي زمايل، عندي اخوان، عندي لاعبين، عندي جماهير. وده شيء يحسب ليك، يحسب ليك وما يحسبش عليك ابدا يا كابتن خالد. خليني اخدك لبطوله افريقيا. ازاي شفت مشوار النادي الاهلي فيها، وازاي تابعت اللقاء النهائي المثير الحقيقه اللي جمع بين الاهلي والوداد؟ يعني بصراحه انا شفت مشوار النادي الاهلي متعثر حتى في الدور الاول، كان المشوار صعب جدا بصراحه، عشان هيك احنا حاسين بقيمه هاي البطوله اللي احرزها النادي الاهلي. احنا دائما النادي الاهلي لما بنشارك البطوله الافريقيه بتكون المعاني واضحه بالدور الاول، من التجهيزات، من البدايات، نتائج مرضيه، نتائج جميله جدا، نتائج براحه سواء مباراه في ملعبه او خارج ملعبه، بيقدم الاداء المعروف عن لاعبي النادي الاهلي ومعروف عن اللاعب المصري. لكن احنا اليوم في نتائج متفاوته كانت للاعبين النادي الاهلي او النادي الاهلي في المشاركه الافريقيه. احنا بصراحه يعني توقعنا انه النادي الاهلي بعيد تماما عن هاي البطوله، خاصه بخساره بالثلاثيه، خاصه بخساره من الهلال السوداني. يعني الجميع شكك، يعني حتى اقرب المحبين لنادي الاهلي والمتيمين بنادي الاهلي ما توقعوش ده، ما توقع انه العوده تكون بشكل ده. لكن للفوز وللبطوله هي عده عوامل، واحنا لما بنحكي عن النادي الاهلي نحكي عن منظومه تحترم، نحكي عن اداره، نحكي عن اعضاء مجلس اداره، نحكي عن جهاز فني محترم، نحكي عن ادوار اداريه، نحكي عن لاعبين ثقه عاليه، لاعبين عندهم حس وطني. هو مش بس انا برفع رايه النادي الاهلي، لا، انا برفع رايه الوطن العربي. صحيح صحيح، انا بركز في هاي البطوله. فاحنا حكينا انه اداره النادي الاهلي قادر على اخراج اللاعبين من الحاله السيئه اللي دخلوا فيها خاصه بعد الخسائر. فاحنا شفنا طريقه، شفنا شكل، شفنا اداره، الحمد لله كانت هاي النتائج اللي احنا بنحكي فيها نتائج ملموسه. انا اليوم ما بحكي نتائج هي بس بالكلام او بالاعلام، لا، احنا شفنا نتائج بالكلام والاعلام وشفنا نتائجها على ارض الملعب. لما بتشوف النتائج هون لازم يذكر فيشكر هذا العمل. صحيح، احنا بنحكي عن عمل من منظومه حقيقي. المباراه النهائيه بصراحه، المباراه النهائيه كان فيها اخطاء، كان فيها لحظات ان الاهلي كان ممكن يفقد السيطره على المباراه. كان ممكن فريق المغربي كان هو الاقرب بصراحه لتهديد مرمى النادي الاهلي. لكن احنا بنحكي اليوم كمنظومه فيها حارس مرمى الشناوي، حارس مرمى على مستوى العربي والافريقي، على المستوى العالي، الخط الدفاع، المنظومه، كيف اللاعبين ما بين انفسهم. اليوم احنا في ارض الملعب في 90 دقيقه ما فيش معايا لا اداره ولا معايا جهاز ولا معايا، احنا كلاعبين. وهنا بتيجي الروح والشخصيه والخبرات اللي بيتمتع بيها نجوم النادي الاهلي. كابتن خالد سعد، شرفت الحقيقه بان احنا نتواصل معاك، شرفت ان انا اسمع صوتك، ومره ثانيه اسمح لي اوجه لك الشكر والتحيه على الفير بلاي والروح الرياضيه. دايما الحقيقه دايما مهما كانت الانتماءات، لما يكون في انجاز، لما يكون في يعني لقب او بطوله جت بمجهودات اداره وجهاز فني ولاعبين، لازم ندي كل حد حقه. وزي ما بنفرح للغير، وزي ما بنفرح لكل الانديه المصريه اللي بتحقق القاب على مستوى قاري او على مستوى عربي، من حقنا كمان ننتظر زي ما كابتن خالد سعد كده، نجم الكره الاردنيه، نجم المنتخب الاردني والفيصلي الاردني السابق، عبر عن
شكره وفرحته وحبه وتقديره لمجهود النادي الاهلي وفوزه ببطوله افريقيا. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نستقبل نجمنا الكبير كابتن ماهر همام ضيف علينا في السادسه. خلينا نستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام ونرحب بيه ونبارك له طبعا على اول مره بقابله بعد الانجاز الكبير والتاريخي بتحقيق النادي الاهلي اللقب ال11 في تاريخ دوري ابطال افريقيا. مساء الخير كابتن ماهر. مساء الخير يا ابو حميد، والف الف مبروك. ربنا يبارك فيك. الحمد لله، الف مبروك علينا وعلى جماهير النادي الاهلي العظيمه والمنظومه ككل. كان مهم جدا المكسب المعنوي ده، مش للنادي الاهلي بس، يمكن للشعب المصري كمان. فيعني جه في توقيته، الناس طبعا قعدت تحتفل يمكن اكتر من يومين ثلاثه بفوز النادي الاهلي، لانه فوز كان والله ما زالت الاحتفالات مستمره، ما زالت حقيقه. طبعا الناس فرحانه قوي بالبطوله دي، يعني فرحانه بالبطوله كبطوله الاهلي بيحققها، الاهلي بيحب، الجماهير الاهلي تحب يعني تحتفل ببطوله افريقيا، خصوصا انها كمان بقى ليها حته زياده شويه انها بتوصل كاس العالم، لكن دي بالذات ليها طعم شويه طبعاً مختلف طبعاً. يعني مشوارها صعبة يا احمد، النهائي الوداد كل ده حاجات. خليني هرجع اتكلم معاك على الاجواء دي وعلى الظروف بتاعه البطوله وازاي نستفيد بيها ونبني عليها في اللي جاي، بس اسمح لي نروح للنادي الاهلي نطمن مع جمهور النادي الاهلي على تمرينه الاهلي النهارده. زميلنا كريم احمد موجود في اهلي الجزيره ويمكن تابع التدريب النهارده من بدايته، خلينا نتعرف منه على اخبار التدريب واستعداد الاهلي لاستئناف بقى مشواره في بطوله الدوري بدايه من مواجهه حرس الحدود يوم الخميس اللي جاي. يا كريم مساء الخير ومبروك، ما تقابلناش من ساعه ما اتكلمنا اخر مره، كنت في كازا، النهارده بنتكلم وانت في القاهره، بس معانا جبت معاكم وانتوا جايين بطوله افريقيا، اهلا بيك. مرحب بيك طبعا زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك والكابتن الكبير الكابتن ماهر همام وجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني فرحه كانت عظيمه جدا الحقيقه، ويمكن كنا بننقل وبنتكلم مع بعض زميلي احمد هناك واحنا في كازابلانكا وبنقول ثقتنا كبيره جدا في اللعيبه، اللعيبه كانت مركزه بشكل كبير، عشان كده الحمد لله ربنا كافئ الجميع الحقيقه، كافئ مجلس اداره النادي الاهلي على مجهوده الكبير وتوفير كل المناخ الطيب للاعيبي النادي الاهلي، كافئ اللاعبين الحقيقه على اجتهادهم الكبير وحرصهم الكبير جدا ان هم يخلوا الشعب المصري كله وليس جمهور النادي الاهلي سعيد، وايضا كمان كافئ الجهاز الفني الحقيقه وتحديدا مستر كولر، يمكن كان في بعض الانتقادات ليه خلال الفتره اللي فاتت، لكن الحقيقه منظومه متكامله، جيل عظيم جدا، هذا الجيل متميز جدا، حقق ارقام كبيره، بطولات كثيره جدا، ولسه كمان جمهور النادي الاهلي طماع واحنا طماعين، عايزين ال 12 وال 13 يا رب ان شاء الله باذن الله يكون كالعاده النادي الاهلي في انتصارات وفي انجازات، لان قيمه النادي الاهلي كبيره جدا زميلي احمد، لكن انت عارف طبعا كابتن ماهر زميلي احمد مجرد المباراه بتنتهي والبطوله بتنتهي بكل ما فيها بيغلق الملف تماما من افراح ومن انتصارات ومن اخطاء، وبيركز طبعا النادي الاهلي في القادم، لان القادم مهم جدا بالنسبه لنا وهي بطوله الدوري العام، بطوله الدوري العام ان شاء الله باذن الله احنا شايفينها في مقر النادي الاهلي بالجزيره ان شاء الله باذن الله، عشان كده محتاجين كل الجهد من لعبتنا في خمس مباريات القادمين ان شاء الله باذن الله، احنا عندنا مباريات مؤجله تصل لسبع مباريات، لكن ان شاء الله باذن الله خطوه خطوه عندنا مباراه مهمه جدا يوم الخميس، مباراه الحرس مباراه مؤجله، ومباراه المؤجله الحقيقه بتكون ليها اهميه كبيره جدا عند الجهاز الفني، عشان كده طيب. ان شاء الله باذن الله بنتمنى التدريبات تكون فاضل زميلي احمد فاضل. دي اول مباراه رسميه للاهلي بعد نهائي دوري الابطال، ولكن طبعا في جزء او مجموعه كبيره استمرت في المغرب عشان تنضم لبعثه المنتخب الوطني، منهم اللي لعب مباراه غينيا الرسمية، منهم اللي رجع القاهرة ولعب مباراة جنوب السودان. طبعا أنا عارف أنه إحنا جانا للتدريبات بداية من امبارح يا كريم، بس عايز أعرف هل اللعيبة الدولية اللي استثناهم أو اللي استبعدهم مستر روي فيتوريا من مباراة جنوب السودان شاركوا؟ عارف أنه بقية المجموعة الدولية بداية من بكرة إن شاء الله هتدخل، تطمنا كده على شكل الأهلي واستعداداته لمباراة حرس يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. يعني بالتاكيد نقدر نقول النهارده الثلاثي اللي يمكن هياخد جرعه تدريبيه كامله هم الشناوي وحمدي فتحي ومنعم، دول يمكن اللي متواجدين في تدريب اليوم، وايضا كمان يمكن الجهاز الفني والجهاز الطبي، كل طبعا اللعيبه المتبقيه سواء مروان عطيه، ياسر ابراهيم، احمد عبد القادر، كهربا، الشحات، هاني، كل اللعيبه دي يمكن النهارده كانت راحه من التدريبات على ان تكون بمشيئه الله متواجده في تدريب النادي الاهلي غدا، وايضا كمان يصل الثلاثي الضاوي وديانج وكريستو ان شاء الله كريستو وديانج وتاو غدا بمشيئه الله يكونوا متواجدين في التدريب
التدريب، عشان كده نقدر نقول النهارده ثلاثي بس اللي متواجدين في التدريب بالكامل، لكن ان شاء الله غدا تكون القائمه مكتمله. لكن من الواضح ان مستر كولر هيدي فرصه للجميع الحقيقه، ويمكن الراجل اكد على هذا الامر. الاجتهاد في التدريبات امر مهم جدا، لابد يكون في روتيشن مهم جدا، لان اللود كان كبير جدا والحمل التدريبي كان كبير وحمل المباريات والضغط العصبي كان كبير جدا، سواء للاعيبتنا لاعيبي النادي الاهلي وايضا كمان اللعيبه اللي ما لحقتش من كذا الى كذا مره ثانيه الى المنتخب الى مباريات الى هنا، فيمكن مجهود كبير جدا. بنعمل بمشيئه الله المجموعه تكون جاهزه بشكل كبير، اللعيبه اللي ما بتشاركش تكون مديه بصمه كبيره جدا ان تستحق ان هي تاخد فرصه في المباريات القادمه، مباريات حسم بمشيئه الله. لكن باكد لك النهارده الروح المعنويه مرتفعه جدا، لعيبتنا واضح الرغبه في عيونهم ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه اكثر من رائعه في بطوله الدوري العام. كابتن ماهر عارف هذا الامر، وانت كمان زميلي احمد، بعد البطولات وبعد المباريات الكبيره بيكون في قلق شويه وحرص شويه من المباريات اللي بتالي طبعا البطولات الكبيره، لكن ان شاء الله باذن الله بالوعي والخطه المميزه جدا والاداء الفني الحقيقه المميز جدا من الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر بمشيئه الله، ان شاء الله مباراه الحرس تكون انطلاقه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي مستمر في تدريباته ايضا كمان غدا في تمام السادسه، ومنها ان شاء الله حتى موعد المباراه، ويا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. هنتابع معاك يوم بيوم طبعا، ونحاول ننقل صوره استعدادات الفريق من ملعب مختار التتش يوميا. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد. هي بقت قاعده كريم، انت عارف يعني بعد ما ناخد بطوله افريقيا بنيجي هنا لازم يبقى في كده ايه كالتشر شوك. نزل من بطوله دوري ابطال جاي تلعب في بطوله الدوري، لازم يبقى في مفاجاه. بس ان شاء الله مع كولر القصه تتغير. وخليني ارجع ارحب مره تانية بكابتن ماهر. اجواء ما بعد البطوله كيف تكون يا كابتن ماهر؟ يعني فكره طبعا انا عارف انه اللعيبه باصه لبطوله افريقيا، وخصوصا البطوله دي النسخه دي، انا بطوله كبيره وبطوله صعبه وبطوله فيها مشقه وكان الله في عون اللاعبين الحقيقه. لكن زي بتيجي تنقل الدوري مره تانية بيبقى في دروب، وشفنا ده حصل يمكن في النسخ الاخيره من مشاركاتنا في دوري الابطال. هو يا احمد التحدي اللي كان موجود عليه اللعيبه والجهاز الفني بصراحه كان تحدي واضح قوي، وكان في اصرار ان البطوله دي مش هتخرج من الجزيره. طبعا احنا عانينا بصراحه قبل كده، لكن مباراه القطن يمكن كانت المباراه اللي تقدر تقول فتحنا من خلالها. يعني كان في شكل واداء واهداف وكهرباء الهاتريك، فكان واضح ان مباراه القطن مفتاح سبحان الله. استعادة التوازن زي ما انت قلت، وفي نفس الوقت كمان ربنا كرمنا في مباراة السان داونز مع الهلال السوداني، ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد ضربة الجزاء كل الجماهير الأهلاوية والمصرية قالت البطولة للأهلي. ولسه كان في مشوار، ومشوار صعب طبعا طبعا، لكن احساس ده الصعب كله كان لسه ما جاش بالظبط. يعني الصعب كله يعني كان لسه سهل اقول ممكن راح، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا فيه، لكن الصعب كان هو اللي جاي. لكن احساس الناس كلها النادي الاهلي هياخد البطوله، النادي الاهلي هيروح. لا اقول لك بصراحه غير الاهلاويه، بره الاهلاويه احساس الناس كلها كان نفسهم انه ضربه الجزاء دي تدخل عشان الاهلي ما يكملش البطوله. ربنا سبحانه وتعالى يعني عايز اقول لك يا احمد في ضربه الجزاء دي على فكره يا كابتن، انا اسف كابتن ماهر، في ظن دلوقتي الكلام ده مش عندنا في مصر. انا باخد الكلام ده من تونس، من المغرب، من الجزائر بالزبط. من جنوب افريقيا، الدول اللي فيها فرق بتنافس على البطوله، يعني يقول لك انه لو الاهلي خرج من البطوله فرص كل الفرق فيها متساويه. صح، مستوى الطموح والدوافع عند معظم الفرق التانية بيزيد بشكل كبير جدا لو الاهلي ما بيلعبش في البطوله. صح. دي ودي حقيقه اللي انت قلته ده. النادي الاهلي بقى ما شاء الله يعني بقى بعبع زي ما بيقولوا للفرق الافريقيه وشمال افريقيا بالذات. فانت النهارده هم عشان يحصلوا على بطوله شمال افريقيا اللي مركز معانا بشكل كبير عايز الاهلي يخرج. صحيح. عشان امور بالنسبه له تبقى يعني اسهل ويقدر ان هو يحقق بطوله، لكن وجود الاهلي بيمثل عبء كبير جدا عليهم يا احمد. حتى بتبص على الفرق وهي بتقابلك في نوع من الخوف، في نوع من يعني انا مش عايز اشوف الاهلي اقابله. انا فاكر في فتره من فترات كابتن ماهر في الكوره في مصر يعني كان بيتقال عقده شمال افريقيا انديه ومنتخبات، الاهلي بالظبط قلب الصوره 180 درجه. يعني انت من قلب تونس خدت بطولتين، واحده من الصفاقسي وواحده من الترجي، ومن قلب الدار البيضاء خدت بطولتين، واحده صحيح من كايزر تشيفز مش فريق مغربي، وخدت واحده على حساب الوداد. فانت تحولت انك انت اللي بقيت العقده بالنسبه للانديه في افريقيا. بالظبط، ودي كانت زمان يمكن كانت بنعاني منها احنا كمنتخبات كمان. لكن النهارده الاهلي غير الصوره، غير الخريطه بشكل كبير جدا بصراحه. يعني يعني الاهلي بقى في حته تاني زي ما بيقولوا، الاهلي بقى عنده خبرات افريقيه بشكل كبير يعني داخل مصر وخارج مصر. اللعيبه بقى عندها
ثبات انفعالي بشكل كبير جدا وعندها اصرار، خصوصا لما بيبقى مباراه خارج ملعبهم فيها 50 60 الف متفرج، لعيبه النادي الاهلي بتبقى واقف على رجليها. خد بالك برضه بتتكلم على مدرب حديث العهد بافريقيا، يعني سيبك من الامكانيات والقدرات والسي في والكلام ده كله، اوروبا شيء طبعا وافريقيا شيء طبعًا اخر. فكون الراجل حقيقه في اول موسم ليه ينجح محليا وقاريا بالشكل ده، اعتقد برضو انه كولر اثبت جداره كبيره جدا. انا شايف ان كولر ذكي جدا وهيد كوتش يعني على اعلى مستوى وبيقرا بيذاكر بشكل كبير يعني، وبدا يفهم منتاليتي وعقليه شمال افريقيا وافريقيا ولاعيبه النادي الاهلي، وبدا يشتغل على الكلام ده. فكل استراتيجيته يا احمد في كل مباراه ليها طابع خاص. ايوه يعني ده بياكد لك ان الراجل عايش ومتعايش بشكل كبير جدا، وبينقل للعيبه الثقه دي. يعني الراجل عنده ثقه كبيره جدا في ادائه وثقه في لعيبته اللي هي كمان بتنفذه اللي هو عايزه. فواضح قوي ان الراجل عنده استراتيجيه جميله جدا بيشتغل عليها. كل مباراه بيفاجئنا بشكل واداء وتشكيله وطريقه لعب وسيستم. يعني راجل فعلا التدوير اللي عمله في الاول احمد وبعدين رجع تاني للثبات. احلى ماتشات كولر، احلى ماتشات كولر في افريقيا عجبتك انت شخصيا؟ انا القطن يعني عجبني جدا، لان كان يعني تقدر تقول ثقه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي، واول مره احنا خارج ملعبنا زي مباراه الترجي يليها. ايوه انك انت تكسب الاسكور ده. هناك ولا هنا؟ لا هناك. هناك يعني اربعه في القطن وثلاثه في الترجي. لا النادي الاهلي بقى يعني جديد علينا. احنا كانت مباراه بتبقى معقربه 0-0 1-1، انت عارف المباريات الكبيره بالذات بتبقى النتائج فيها بتبقى صعبه قوي قوي، يعني زي مباراه الوداد الاخير. يعني الناس قالت لك الوداد ممكن يكسب هناك، الاهلي هنا كان ممكن السكور يزيد اكتر من 2-3، ضيعنا فرص يا جماعه. والناس بدات جمهور الاهلي يقول لك لو جبنا التالت كنا خلصنا، وانتوا كده ليه قلقتونا، وهناك في جماهير وضغط و و و كل الكلام ده كان على جنب. والاهلي ماشي في طريقه، وبعد المباراه الاولانيه اللي هنا الراجل قال للعيبه انا عندي ثقه كبيره جدا فيكم ان احنا هنجيب الكاس من هناك. ايوه فدي حاجات كلها طبعًا بتاكد ان الاستراتيجيه الراجل شغال عليها يعني حاجه جميله بصراحه. انتهت البطوله من هنا، واتكلمنا او اتفتحت ابواب الانتقالات والعروض والملايين، وابتدى يتقال كلام على معظم نجوم النادي الاهلي ان هم تلقوا عروض، او ان في بعض الصفقات حسمت بالفعل، او الاهلي قال فيها كلمته بما فيهم كولر. على فكره كولر برضو واحد من الاسماء اللي اتقال انه جاله عقود، وانه يعني ممكن يبقى بره الاهلي. يعني هل تعتقد انه بعد في توقيت بتحصل فيه على بطوله افريقيا، وتوقيت بتتكلم فيه عن رحيل اسماء، قدوم اسماء، اسماء مرشحه لعدم التجديد، كل الكلام اللي بيتقال على فكره القائمه بتاعه الموسم الجديد ده، يعمل مشاكل جوه اوضه اللبس وانت لسه عندك بطولتين مهمين زي الدوري والكاس؟ بص يا احمد، طبعا بعد الانجازات اللي عملها النادي الاهلي ده الطبيعي، العقود تنهال على اللعيبه دي، زي ما احنا شايفين الدوري السعودي قريب مننا بيحتاج لعيبه بمستوى النادي الاهلي، الدوري القطري نفس الكلام، الدوري الاماراتي. فواضح قوي ان طبعا لعيبه النادي الاهلي تحت المنظار، لعيبه النادي الاهلي مطلوبه مش حتى كمان في الدورات العربيه وان كمان يمكن الاوروبيه. صحيح. فده بياكد ان لعيبه النادي الاهلي نضجت بشكل كبير جدا، وكل لاعب بقى مؤثر. يعني عايز اقول لك النهارده مثلا الناس كلها عملوا الحمد فتحي خلاص، يعني انتهى مع فكره انه اللي يجي عرض في اسماء تعوض واسماء لا تعوض، في مراكز تعوض ومراكز لا تعوض يا كابتن. طبعا طبعا انا بتكلم على ان حمدي فتحي قوه ضاربه في نص الملعب بصراحه، تفرق معانا ومع منتخب مصر بشكل كبير يعني. ف انا ضد احمد ايه، انا عايز احافظ على الكيان، عايز احافظ على المجموعه، عايز احافظ على التشكيله، الخريطه اللي رسمها مستر كولر. اي حد هيخرج منها هياثر، اي حد هيخرج منها. خد بالك كابتن ماهر من حاجه مهمه جدا. يعني حمدي من اللعيبه اللي انا بحبها بصراحه، ومحدش يختلف على امكانياته، يعني مسمار نص ملعب. لكن يعني، وده ينطبق على الجيل ده، مش حمدي لوحده، على الجيل ده كله بالزبط. وعلى الجيل اللي قبل، وعلى كل الاجيال اللي قبل منه، مفيش حد مشي من يعني جيل اهلي ومشي من الاهلي من غير ما يكون في حته تانية خالص. مظبوط ولا لا؟ طبعا طبعا. يعني طبعا. يعني اللي حصل مع حمدي والنقله اللي وصلته منتخب، واللي وصلته انه يبقى واحد من اهم اللعيبه على مستوى قاره افريقيا،
كانش ممكن تحصل غير جوه الاهلي بالظبط، هي يعني الاهلي او اللي شبه الاهلي برضه يعني او اللي شبه الاهلي. فانت بتعمل اسماء وبتعمل نجوم، وده جزء النهارده بقى زي ما بيقولوا ان الرياضه بقى جزء منها صناعه، ده جزء فكره صناعه النجوم وقدرتك على تطوير مستوياتهم وقدرتك على الاستثمار فيهم وجني المكاسب من ده بالظبط، والاحتراف اللي احنا موجودين عليه. ايوه بقيت الارقام طبعا اختلفت بشكل كبير جدا، ده أرقام الارقام في الخليج. انا بيتهيألي السوق المصري قدامه او الانديه المصريه قدامها فرصة كبيرة جدا، لأنه الأرقام اللي النهاردة بقينا بنسمعها في الخليج 100 مليون و200 مليون و300 مليون تخلي فيه للسوق للعيبة المصرية فرصة كبيرة جدا في الاحتراف حتى على مستوى الخليج، اللي بتهيألي المسابقات عندهم كمان بالذات في السعودية هتروح في حتة تانية. يعني أنا شايف يعني ممكن يكون العروض اللي موجودة 3-4 عروض للعيبة النادي الأهلي، ممكن النادي الاهلي يعني يسمح بعقد عقدين، لكن اكتر من كده احمد انا يحصل شايف يحصل خلل في الفريق. طبعا انا شايف ان انت عندك بطولات جايه وبطولات صعبه جدا وبطولات ليها قيمه بصراحه. ده معناه من كلام حضرتك انه الاسماء اللي هتمشي مفيش حد يملى فراغها او يعوض مكانها من وجهه نظرك؟ يعني خلينا نتكلم محليا لانه ممكن بره الاقي، لكن محليا هيبقى، لان احنا جربنا التجربه يعني احنا جربنا التجربه بتاعه الموسم الماضي يعني يعني مش عايزين نذكر اسماء، لكن كان عندنا الجانب راس الحرب اللي كنا محتاجين فيه. جبنا لعيبه ولعيبه مميزه جدا كانت في فرقها وسكورر وبتجيب اهداف، لكن يعني مع ضغط النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ما نجحتش واكتر من عنصر يعني. فدي تجربه كانت بالنسبه لنا احمد واضحه يعني، والراجل حضرها من اولها مستر كولر يعني، وبصراحه حاول انه يدي فرص للعيبه مره واثنين وثلاثه واربعه، ومنهم سافيو كمان اللي احنا الراجل البرازيلي اللي احنا جبناه يعني الراجل اداله فرص كتيره جدا جدا، لكن ما تاقلمش مع لعيبه النادي الاهلي. عشان كده انا بقول طول ما انت عندك الخريطه اللي انت ماشي عليها ورسمها واللعيبه اللي انت بتدورها ومثبتها، لما يخرج عنصر او اتنين وخصوصا في مكان صعب يعني العروض عندنا في اماكن احنا عايزين نزود عليها، يعني مثلا محمد عبد المنعم جاي له مثلا عقد او جاي له عروض في المكان ده اللي احنا بدانا نثبت محمد عبد المنعم وبدا يظهر بهذه الصوره، فصعب جدا انك انت في اماكن يا احمد صعب جدا انك انت تعوضها وتعوضها كمان. نص الملعب نفس الكلام، يعني انت عندك اقوى نص ملعب موجود في افريقيا وفي العالم العربي. مين عم ده من سنتين ما كانش حد يعرفه صح ولا ايه؟ بالظبط بالظبط، يعني من سنتين بالظبط هنتكلم على نقله او كبيرة. خطوه، مش خطوه، دي خطوات كبيره جدا خدها منعم، في كبيره جدا جدا جدا. اولا مستر كولر ليه جزء كبير جدا في الجزئيه دي، والولد كمان محمد اشتغل على نفسه بشكل كبير بصراحه يعني. وكمان الاهداف اللي بيسجلها، احنا بس عايزين نذكر الناس ان هو ابننا كان بيلعب في المراحل السنيه، كان بيلعب راس حربه. ايوه كان راس حربه، فطبعا عنده الحس التهديفي. ايوه فلما بيروح في الحاجات المؤثره عارف الاماكن اللي يقدر يخطف. ده هو راس حربه. راس حربه انا قلت انه راس حربه بدرجه مدافع. بالظبط هو راس حربه بدرجه مدافع، دي كمان ميزه، بيتحرك كويس قوي جوه الصندوق، رغم انه مش طويل. التيك اوف بتاعه هايل، التوقيت بتاعه هايل. حساسيه اللعبه بالدماغ دي انت كنت يعني انت سيد العارفين يا كابتن ماهر، مهاره يا احمد صعبه جدا. وبعدين الكروس ده الهدف ده يعني الوضع التشريحي والعلم التدريب يقول لك يخش في الزاويه الضيقه، جاي من هنا يخش في دي. ايوه لا جاي من هنا يخش في دي، راحت في اللي هناك. ده اسمه سنس عالي. بالظبط سنس. وباني حته بقى يا احمد؟ مش بديه ولا بديه، دي من فوق يعني. عارف انت مهاره رهيبه. صحيح. فطبعا بنحيي مع كروسات معلول برضو اللي ياخد كريدت بصراحه. طبعا هم دويتو بقهم في حاجه جميله يعني. التحرك وبعدين الرؤيه وبعدين ازاي بيستناه وبعدين بيبدا يحط رجله وهو بيجي محمد بقى في التوقيت، يعني كل ده بيبقى جمل بيشتغلوا عليها ومؤثره بشكل كبير جدا، ومحدش يعملها الا اذا كان متقن يعني اذا كان لعيب كوره عنده السنس وعنده الحس. صحيح. مهمه كابتن سيد عبد الحفيظ في اللي جاي صعبه. احنا طبعا اتعودنا على كده وعشت على كده. سيد بقى له 12 سنه بيعيني بيعاني. مفيش سنه فيها راحه. مفيش سنه خد فيها نفسه. ودي ميزه يعني. انا عايز ارجع لما الناس كانت بتهاجم الجهاز المعاون وبتهاجم مدير الكوره لازم يرحلوا سيد عبد الحفيظ كفايه وسامي قمصان كفايه، يا جماعه الثبات والخبرات
للناس دي والنضج اللي عليه بيساعدوا الراجل بشكل كبير. ازاي بقى بوصل كابتن سامي قمصان على فكره مش واخد الكريدت اللي يستحقه وناس كتير او واحد من يعني مش عايز اقول جندي مجهول لانه كابتن سامي طبعا ليه دور كبير جدا مع الفريق مع اكتر من جهاز فني تولى المسؤوليه لكن الحقيقه بيقوم بمجهود كبير جدا, كبير جدا وده دورنا دورنا يعني انا فاكر الكابتن صالح سليم اول ما اشتغلت مع الفريق الاول في كادت مستر هولمان في بدايه 95 96 قال لنا انا وثبت البطل الاكرامي انا عايز الراجل ده ينجح قال انتوا عارفين تنجحوه ازاي أي. فهي احنا دورنا ولاد النادي ان احنا نبقى في ظهر الراجل ده ازاي نحافظ على الراجل ده ازاي نوصل للراجل ده كل المعلومات اللي هو محتاجها ازاي نوفر المناخ السليم للراجل ده بدون مشاكل وبدون صراعات و و و عشان الراجل ده ينجح احنا ما شفناش سامي مره طلع بقى في كتف الراجل الا لما الراجل بيطلبه ينادي عليه سامي عشان يقول مثلا حاجات تعليمات بالعربي الراجل مثلا ممكن يكون بالانجليزي او الالماني مش واصل للعيبه او المترجم مش موجود معاه فدور سامي ان هو يوصل المعلومه للراجل فكلها حاجات يعني جنود مجهوله بتشتغل ورا الراجل محدش بيحس بيها لكن دورهم كبير جدا 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 في الفرقه احمد طبعا وعليهم لود كبير جدا وازاي زي ما قلت لك يوفروا المناخ الطبيعي للراجل ده عشان الراجل ده يقدر يطلع لنا الحاجات الجميله اللي بيعملها حتى اللعيبه النهارده لما كريم بيجيب لو تشوف اللقطات بتاعت اللعيبه وهي بتضحك وهم بيجروا وبيعملوا مجهود كبير جدا جدا يا احمد في التدريبات بص مبسوطين سعداء حاسين بالطمانينه حاسين بالمكسب حاسين بالثقه حاسين بص ابتسامه السلية مع عبد المنعم بص الشغل الشاق يا احمد الشغل الشاق وبيعملوه بايه؟ بيعملوه هم مستمتعين وعارفين ان ده هو اللي هيحميهم عارفين ان ده اللي هيحميهم في الملعب هو ده اللي هيخليهم يقدروا يجروا يخليهم يقدروا ينطوا يقدروا يدافعوا يقدروا يهاجموا حاجات كلها جديده علينا صحيح صراحة. بعد المجهود الكبير اللي اتبذل في بطوله افريقيا وبالتالي ماراثون الوداد كان صعب جدا ذهابا وايابا فتره راحه مده اسبوع قررها مستر كولر 9 لعيبه من الاهلي راحوا منتخب مصر منهم اللي شارك في ماتش غينيا منهم اللي شارك في ماتش جنوب السودان شايف التعامل مع المرحله اللي جايه بالذات انا يعني انا هركز قوي في نص مشوار الدوري المتبقي لان النص ده كفيل بحسم اللقب وبعده بيتهيألي هيبقى في كلام تاني خالص شايف التعامل مع قصه المنافسه على بطوله الدوري ازاي بدايه من ماتش حرس الحدود وايه اللي انت مستنيه من مارسيل كولر في البدايه او انطلاقه المشوار بتاع الدوري المنافسه ما زالت موجوده والحسم لسه يعني احنا طبيعيين جدا في التعامل الراجل قال بيتعامل مع كل مباراه باحترامها باستراتيجيتها بخطتها بطريقتها بلعبتها هنركز على موضوع اللعيبه بقى احمد دي فرصه للعيبه اللي هي ما خدتش فرصه لمستر كولر بدايه من ماتش حرس الحدود طبعا شايف ان في لعيبه لازم تاخد لازم ليه بقى؟ لان انت عندك لعيبه اللي جايه من المنتخب يا عيني الله يكون في عونها يعني بصراحه خلصت افريقيا وطبعا على طول ومنتخب وبعدين ولعبوا كمان وشاركوا يعني معظم لعيبه النادي الاهلي الثمانيه اللي موجودين شاركوا مع المنتخب في المباراتين غينيا وجنوب السودان ايوه هو رايح ماتش جنوب السودان رايح حمدي ومنعم والشناوي يعني ثلاث لعيبه لكن باقي برضك شارك فالنهارده فرصه للعيبه تاخد فرصه بمعنى انت عندك لعيبه الحمد لله اربع مين قدرت يعني تتعاقد معاها في الفتره اللي فاتت زي مثلا خالد عبد الرحمن من اللعيبه برضك لازم تاخد خالد عبد الفتاح لازم تاخد فرصه بشكل كبير جدا القندوسي برضك لاعب ايه رايك في القندوسي؟ لعيب كويس لعيب هايل محتاج بقى ياخد ويندمج الراجل اتكلم ويمكن كان عتاب بين كولر وقندوسي في حته بس الجانب الدفاعي يا احمد هو طالب منه ان هو الجانب الدفاعي يزيد شويه عشان يبقى هو عنده الشقين الدفاعي والهجومي يكتمل مع شغل طبعا كولر وشغل اللعيبه فقندوسي بردك مهم جدا احنا نشوفه الفتره دي الولد بتاع تونس كريستو محمد ضاوي كريستو محمد ضاوي بردك محتاجين ان احنا نشوفه متولي محتاجين برضك انه ياخد متوقع ان يبقى في تغييرات ان شاء الله انا متوقع ان الراجل من خلال التدوير ومن خلال اعطاء الفرص ليه بقى كمان يا احمد لان هو حتى يستقر بعد كده على اللعيبه دي يعني لو هو عنده تقرير فني هيقدمه لكابتن محمود الخطيب او لجنه التخطيط فلازم يبقى كل الناس اتشافت
يعني كل الناس خدت. انا اتمنى التقرير ده اتكتب ايمن اشرف ولا يبقى لسه موجود؟ هيكتب ايمن اشرف أيمن اتمنى أشرف. ان ايمن ياخد المباراه اللي جايه ويحكم عليه الراجل يعني يقعد او يرحل. وانا شايف ان ايمن من اللعيبه اللي احنا محتاجينها بشكل كبير جدا خصوصا في حته الباك ليفت خصوصا ان علي يعني بين تونس وبين مصر ففي اوقات بيبقى في اجهاد على علي محتاجين حد يبقى في المكان ده. انا شايف ان ايمن في الفتره اللي فاتت دي لما بياخد باك ليفت هو برضك بيقدر يلعب باك ليفت لانه جوكر ولعبها قبل كده مع المنتخب مصر وبعدين لعيب قوي مدافع يعني صلب فاتمنى ان القصة ايمن القصه هنا بتبقى في ايد مين اكتر يا كابتن ماهر؟ يعني مش بيتهيألي انه اي لاعب يقدر يجبر اي مدير فني طبعا او يقنع اي مدير فني بانه موجود او انه مش موجود انه اساسي او انه مش اساسي. الدور هنا بيبقى على اللعيب اكتر من اي حد تاني. بالظبط زي ما تفضلت كده احمد دور اللعيب هو اللي بيلفت نظر الراجل هو اللي بيخلي الراجل يبقى يعني عنده عاطفه شويه ان شايفك ملتزم ما بتتكلمش بتشتغل بقوه الشغل هنا بتركيز في التقسيمات تحت بتحس بشخصيته ده بيجبر المدرب ان هو يعني يلفت نظره للاعب. في حاجه تانية كمان الراجل واضح انه ديمقراطي يعني بياخد برضك راي الشورى اللي موجوده معاه ويمكن اهم اثنين انا في رايي بياخد رايهم الراجل بتاع الاحمال والراجل بتاع التغذيه لان في بعض اللعيبه مع الاسف ما متسالتش باقي ودي من ضمن الحاجات اللي خلت الراجل يعني يغير موقفه فبتاع الاحمال وبتاع التغذيه بينقلوا الصوره للراجل كل تدريبه وكل مباراه وكل معسكر فانا شايف ان دي حاجات من ضمن. اخترت ايمن اشرف ليه يا كابتن ماهر؟ ايمن يعني ايمن انا بحس انه لعيب راجل ابن من ولاد النادي الاهلي غيور يعني مدافع قوي لما بتطلب منه يلعب في مكان المساك واحنا ده المكان ده كنا محتاجينه عشان حد بيلعب برجله الشمال بيأديه بشكل جيد جدا كان لما بتطلب منه يلعب باك ليفت بيلعب باك ليفت لكن افضل من اي حد بيلعب في المكان ده فانا شايف ان ايمن يستحق الفرصه صراحة وبعد كده خلاص يبقى قرار الراجل بقى خلال اربع مباريات الباقيين دول. في حد تاني يستحق فرصة؟ هتكون فرصة بتهيألي أخيرة لأنه احنا بنتكلم على أن الموسم نهايته بتقرب فبالتالي إذا كنت هتقيم أو أنك أنت محتاج تشوف أو أنك أنت محتاج تدي فرصة أخيرة هيبقى الوقت ده. شايف مين تاني؟ أنا أتمنى مش عايز أقول فرصة أخيرة بس أنا عايز أقول فرصة لشريف كمان. شريف محمد شريف بصراحة محتاجين محمد بصراحة يرجع محمد شريف اللي هو كان في بداية الموسم اللي فات ففرصة لمحمد شريف إن هو مش عشان يستبعد الله يقدر لا عشان يبقى احنا عندنا منافسة في المكان ده حتى لو هجيب راس حربة تاني المكان ده احمد محتاج اكتر من راس حربة طبعا الموسم بتاعك طويل المكان صعب جدا وفي خبط ورزع ومدافعين بيخبطوا و فانا بتمنى ان محمد شريف يعني يعود وانا عارف ان محمد شريف لعيب عنده ثقة وعنده حاجات كثيرة جدا ويمكن الفترة اللي فاتت الاعداد النفسي اللي بينه مستر كولر هو ده اللي محتاجينه بقى لان في بعض اللعيبه كولر راهن عليها زي بتستاو زي كهربا زي الشحات فانا شايف ان شريف ان شاء الله الرهان عليه في المباراه اللي جايه وباذن الله يكون يعني هداف ويرجع لشريف اللي احنا تعود عليه من المحترفين الاجانب صفوف النادي الاهلي كابتن ماهر همام يحافظ عليهم كلهم ولا قد يستغنى لاي سبب من الاسباب ممكن السبب يبقى انه المستوى الفني مش المامول او المطلوب او انه في عرض مالي كويس جدا وفرصه كبيره جدا لاحتراف اللاعبين الاجانب دول مين ممكن يقبل كابتن ماهر الاستغناء عنه ومين يتمسك ببقائه مع النادي الاهلي انا اتمنى ان انا يعني اتمسك بالمجموعه اللي موجوده يعني انا ضد يعني ان انا تغير ضد التغيير ليه بقى لان انت خلاص يعني حفظت استراتيجيه الراجل وعقله كل المجموعه بدون نضيف عليها بقى نتمنى نضيف عليها راس حربه يعني تحتفظ ببرونو سابيو بمعلول بديانج بالظبط ببيرسي تاو بقندوسي بكريستو يعني اتمنى الاضافه تكون مكان راس الحربه واذا كان في جناح زي ما الراجل كان بيتكلم ممكن خلال الفتره اللي جايه يعني يعملوا فرق كبير جدا خد بالك يا احمد طول ما انت يعني بتستغنى عن حاجات قليله قوي تفرق معاك لان خلاص
الناس حفظت شغلك وتعودت عليك وعلى الطريقه و و و فانت النهارده رايح لحته اصعب من اللي انت عديتها. الحفاظ على على القوام الاساسي بالظبط، السماح بالرحيل في اضيق الحدود قوي، لكن الراجل متمسك بعدد من الصفقات في بعض المراكز اللي هو بيحتاجها. من وجهه نظر كابتن ماهر ومن واقع مشوار الاهلي في افريقيا، ايه اهم المراكز اللي يجب تدعمها قبل بدايه موسم جديد؟ هو شايف انا موضوع راس الحربه ده هو يعني اللي عمل لنا راس الحرب. شغل الشاغل، واذا كان في جناح ناحيه الشمال برضك ممكن يكون من ضمن الصفقات اللي الراجل يقدر يضيفها خلال الفتره اللي جايه. من بره مصر ولا من جوه مصر؟ لا انا شايف من بره مصر. الاثنين من بره مصر. في الحاله دي لازم تستغنى عن يعني لو هيبقى واحد تحت السن واحد فوق السن يبقى لازم هتستغنى واحد عن واحد من المحترفين عندك. يعني لكن موضوع راس الحربه ده احمد مهم جدا انك انت لازم تضيفه في خلال الفتره الجايه مع المجموعه الجميله اللي احنا قدرنا نستقر عليها، اللي هي حوالي يمكن 23 لعيب، حارس المرمى 25 لعيب. ستايل راس الحربه من واقع المحترفين اللي لعبوا في الاهلي قبل كده او من واقع المحترفين او اللعيبه الافريقيه اللي شفتهم في بطوله افريقيا نسخه الموسم الحالي؟ يعني احنا برضك يا احمد خد بالك الافارقه اللي كانوا موجودين في الفرقه اللي احنا قابلناها ما شدوناش قوي يعني مفيش حد ما شفناش راس حربه يعني يلفت الانتباه بالظبط. قدر بقى يجيب فينا جول في ملعبه وجول في مصره وراح شمال افريقيا عمل نفس الكلام، يعني ما شفناش حد ولا في الكونفدراليه ولا مش متابع الكونفدراليه. لا مش متابع الكونفدراليه. فنتمنى انا سامع ان في يعني هو في في ملف واثنين في ملفات كتير. ده طبعا شغل لجنه التخطيط وكمان شركه الكوره كابتن عدلي طبعا الناس شغاله مع هاني. هو انا يعني في اللي جاي جديد اعتقد انه ده التوقيت المناسب لمناقشه وطرح كل الملفات، لان تتكلم على انه معظم المواسم او البطولات المحليه في كل دول العالم انتهت بالفعل، وهو ده موسم الانتقالات الافضل، فاي تاخير عن ده ممكن ياثر بشكل كبير جدا على تكلفه الصفقه وعلى جوده العنصر اللي انت بتدور عليه او بتحاول انك انت يعني تشتريه عشان يكون معاك في الموسم اللي جاي. فبالتالي هو افضل توقيت لمناقشه العروض المقدمه او الاسماء المطروحه على النادي الاهلي هو التوقيت الحالي. على كل الاحوال بنستمتع بيك دايما كابتن ماهر، كانت فرصه ان احنا نتقابل ونقول لك مبروك. الف مبروك وباذن الله قريب جدا ان شاء الله. احنا الموسم ده بنحلم بالسبعيه باذن الله من هنا لاغسطس، عندنا ثلاث ألقاب يقدر الأهلي يحسمهم، البطولة الدوري بطولة الكاس، والبطولة الدوري هي البطولة الأقرب طبعا، وإن شاء الله من بعده كاس مصر، ومن بعده نروح لمواجهة اتحاد العاصمة في 13 أغسطس بطولة سوبر أفريقيا بإذن الله، ويكون مستر كولر حقق العلامة الكاملة ويبقى بداية موسم جديد إن شاء الله بإذن الله في أفضل ظروف ممكنة مع الصفقات الجديدة والتدعيمات الجديدة، نشوف أهلي مبهر إن شاء الله قادر على المنافسة على السوبر ليج، على كأس العالم للأندية، وطبعا على كل البطولات القارية والمحلية اللي بنافس فيها إن شاء الله. نورت الدنيا كابتن ماهر، ربنا يبارك فيك. مبروك مرة تانية. الله يبارك فيك. بشكركم على المتابعة وتحياتي ليكم، بكرة نتقابل في نفس الميعاد حلقة جديدة السادسة.